مساء الفل والورد والسعادة على عيون مشاهديني. أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم ابدأ بنفسك. ازيك يا كريم؟ ازيك يا نرمين؟ وازاي عامل كل ايه؟ المشاهدين؟ طبعا عاملين ايه؟ انا كويس، بس النهاردة نتخانق، احتمال هنختلف احنا هنتخانق كتير. صح؟ لا بس انا معاكوا على فكرة، يعني انا معانا انت معانا كرجالة. بصوا احنا تقريبا بدأنا الخناقة من قبل ما نبدأ الحلقة اهو. لا هو مش خناقة، هو انا معاكوا معانا من ناحيه ايه بقى؟ طب خلينا الاول نعرف موضوع حلقتنا النهارده للجمهور. اوكي، الموضوع بتاعنا النهارده هيكون عن ايه يا نرمين؟ قول انت. الموضوع النهارده انا خايفه اتضرب. لا مش هنتضرب ان شاء الله. اوكي، الموضوع النهارده هيبقى مختلف جدا، احنا طبعا طالعين بنتكلم لوحدينا. فالموضوع هيبقى عن البرامج اللي بتهاجم او بتخرب بيوت الناس. ايوه هو ده بقى موضوعنا. البرامج دي مش شرط تبقى على التلفزيون، ممكن تبقى على السوشيال ميديا، ممكن تبقى في أي حتة. لكن طبعا استنونا بعد الفاصل ونتكلم في كل حاجة. استنونا. رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين في برنامج ابدأ بنفسك طبعا، وفي موضوعنا النهارده شيق جدا واللي هيسبب طبعا مشاكل وخلافات. لا ما تبصريش، عادي على فكره، انا عادي خالص. طيب احنا النهارده بنتكلم طبعا عن ايه بقى؟ عن البرامج اللي بتخرب بيوت الناس واللي كمان الناس بتسمع لها. ايه رايك في البرامج دي بقى؟ بص يا كريم، انا ضد، في حاجات انا ضدها. في الفترة الأخيرة دي ظهرت برامج كتير جدا على السوشيال ميديا، كرامتك، مش عارفة ايه، مش الأسماء بقى والكلام ده، طبعا مش هينفع نتكلم، بس ده غلط. يعني ممكن تبقى في تحصل مشكلة بين اتنين، ممكن يبقى ليها حل، بس مش لدرجة انفصال، مش لدرجة الحتة دي مهمة حاجات تانية. الحتة دي مهمة أوي. ايه بقى يعني ايه مش لدرجة انفصال؟ يعني سي مثلا واحدة دلوقتي مثلا مع صاحبها، أو يعني خطيبها، قريبها، لا قريبها سوري، اللي هو ايه، ممكن يبقى فيه مناقشه. مش معنى ان انت مثلا غلطتي او هو حب يجي يعاقبك فلا انا كرامتي، لا انا لازم اسيبه، لازم ابعد عنه. لا ما تتكلمش في كده، انا ما اقصدش دي، لا هي كده. انا في حته بقى ضروريه مهمه واقصدها قوي. اصل انت ما بتهتمش، اصل انت ما طب بتكلمنيش، انا ممكن يبقى ما بتخرجنيش، ما ما ما, ما. هل دي اسباب قويه تؤدي الى الانفصال؟ ده سؤال. لا يعني ده مش سبب قوي يؤدي الى الانفصال. لا طب امال ايه بقى الاسباب القويه من وجهه نظرك ان هي تؤدي الى الانفصال؟ كانت بتحرجني كده. لا يعني عادي من وجهه نظرك، اصل طبعا البرامج دي بتتكلم في ايه اللي احنا بنتكلم عنها؟ بتتكلم في كده، ما تجرحيش كرامتك، ما 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 فيش حاجة اسمها ما تعمليش كده. مثلا حاجة زي اللي هو ما تهتميش بزيادة، ما تكلمهوش فهو هيجي يجري وراكي، القصص دي كلها يعني مش هتنفع. طب هو أصلا البعد بيولد الجفا، ده اللي أنا أعرفه. فطالما أنت بعيد عن العين يبقى أنت خلاص بعيد عن القلب. طالما احنا خدنا مبدأ اللي هو إيه، أنا هسكت فانت هتسكت، فكل واحد اتعود على السكوت او اتعود على اي حاجة او حد تاني، الموضوع انتهى. احنا كده ما بنعالجش الموضوع. وفي حاجة تانية برضو، ما هو بسبب البرامج دي يا كريم، يعني بعض من بيوت ناس كتير قوي في طفل وطفلين وثلاثة بسبب البرامج. ما هو احنا المفروض نبقى مصدر وعي للناس، ما نبقاش هدم ليهم او هدم للبيوت. بالضبط، اللي عنده رسالة يوصلها بس بنشر الإيجابية مش بالعكس.
ممكن نطلع يعني، ممكن يا جماعه مش كل برامج نسمع ليها، مش انا عايزه ابقى ترند او عايزه ابقى حاجه اتحيز للستات، مش عايزه عشان ابقى ترند اتحيز للرجاله، لا هي عمرها ما هتبقى كده خالص، لاني انت اللي بتبقي عايشه في بيتك، اي حد من البرامج دي كلها هما مش يعني مش مستهدفين. طبعا هو زي ما احنا بنقول يعني اسمع لاهل الثقه او الخبره. طب انت فين هنا لما بتسمع لحد بيتعايش مع نفس ظروفك وحالتك بل اسوأ من ظروفك وحالتك؟ قد تكون عنده خبره، او قد يكون ان هو تكون عنده خبره من المواقف اللي هو بيشوفها، بس هل هو اتعامل معها بصدق؟ هل هو اتعامل معها بشكل صحيح؟ هل نستفيد من تجربته ان دي الصح؟ وحتى ان كانت دي الصح في الاصح، لكن مش معنى كده اللي هو اتطلقي اعملي له بلوك، ارفضي، ما تتصليش، ما حلينا ايه كده؟ طب لو فضلنا نمشي بالمبدا ده مع كل شخص هنقابله او مع كل واحده انا هقابلها، ايه اللي هيحصل؟ ما حدش هيقابل حد. في حاجه تانية برضو عايزه اعلق عليها، يعني مثلا ما تيجي مامتك وباباكو بس، طب ما انتي اخوكي راجل، باباكي راجل، جوزك كان راجل، فانا ليه بقى احرض على الرجاله اصلا؟ يعني ليه من المبدا من الاول موجود؟ ولا العكس على فكره، ولا صح العكس. اه يعني هو في برضو ايه، يعني تحس كده ان هي حمله، حمله مع الراجل لا وحمله مع الست، ده غير بقى الجروبات الفظيعه اللي ظهرت في الفتره الاخيره كتير بقى، كتير يعني انا بشوف من طبعا الحاجات دي كتير قوي، بنشعر بحاجه ما ينفعش بجد يا جماعه، ما ينفعش يعني لازم نبقى نصلح بينهم، نحاول يعني انت اعمله زي ما احنا ما بنعمل كده بالظبط. اذا كنت هتبعت رساله او اذا كنت حابب توجه حاجه للمجتمع، يعني وجه حاجه ايجابيه، حاجه تؤدي بالصلح. على فكره بص، ما فيش يعني اي اتنين مختلفين مع بعض، كل واحد لازم بيبقى شايف ان هو صح في الاول. كون ان انا هنحاس لطرف يبقى انا في الاخر هبوظ حاجه اكبر، الا وهي العلاقه. احنا يعني في ناس كتير بتحارب عشان تحافظ على العلاقه، مش عشان تنصف مين الصح ومين الغلط فتبوظها. خلي دايما هدفك الاسمى ان العلاقه دي مستمره، ماشي هستحملك واعديها لك المرات، بس بصدق نيه، مش اللي هو انا بخزلك، مش اللي هو اصل انت مره واتنين وتلاته وعملت وسويت و يعني. بصراحه اول امبارح اتبعت لي رساله تضحك، واحد بيكلم واحده فبيقول لها حضرتك تقربي للشخص الفلاني، انا لقيته عامل هو مع بنات ساعة هو على في طريق الساحل. كان كل هدفها ايه ده، يعني هو هخني، يعني هو راح الساحل، يعني هو طب يا ست الراجل بيموت، راح ساحل وخانك خلاص، اللي حصل حصل، قولي بقى الله يرحمه، يعني بيموت، هتسيبيه يموت؟ هو كان محتاج نقل دم يعني في الحقيقه. طب بلاش ذنب الراجل اللي انت بتتكلمي معاه، يعني الراجل مشكورا ان هو كلمك، ان هو كلمك وخلاص، يعني هو مش مجبور ان هو يكلمك زي ده، صح؟ معانا باشمهندس عمرو من القاهره، اتفضل، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا يا عمرو. أنا وسام. ازيك عامل ايه؟ ازيك يا استاذ؟ عمرو ايه رايك في الظاهره الجديده بتاعت البرامج اللي انتشرت ديت ضد الرجاله والستات والحاجات دي؟ ما انا عامه انا ضدها اصلا، كل البرامج ديت. انت ايه؟ ضدها جدا. طب انت بتشوف الناس بقى اللي بتاخد بالاراء دي ازاي؟ انا كواحد بشوف الناس ديت يعني مش عارف، بس هم اصلا الظاهره مش حلوه خالص عامه، يعني لان هما بينتقدوا الرجاله جدا فاهمني، وينتقدوا الناس عشان احنا غلابه يا استاذ عمرو. طيب احنا استاذ عمرو، يعني انت شايف مثلا الحل قصاد البرامج دي يبقى ايه؟ هل ان تبقى في برامج مضاده؟ هل مثلا نعمل حمله توعيه؟ فكره. ولا نكملها ازاي؟ السمك يا فندم، صوتك بعيد قوي. نعمل حمله توعيه يا عمرو؟ نعم، نعمل حملة توعية ضد البرامج دي. ضد البرامج دي. اوكي انا معاكم في موضوع حملة التوعية جدا كمان. يعني انت مش مؤيد بقى انك لازم يبقى عندك كرامة ولازم ابعدي عنه وما تستحملش الكلمة ديت ولا وكرامتك وانت مناخيرك لازم تبقى فوق وانت مش عارفة ايه والكلام ده؟
لا انا ضد كل الكلام دوت. هو لو اصلا في برنامج للكلام دوت يبقى برنامج، انا اسف يعني، برنامج مش كويس، على الاقل يوعوا الناس لو يعني في وعي. مشكله ما بين اي اتنين ازاي متجوزين او كلام اتنين يعني؟ منفصلين او اتنين بيحبوا بعض او اي حاجه، تمام، على الاقل يوعوا الناس يصلحوا مش يخربوا اكتر. مظبوط. بنشكرك جدا بنشكرك استاذ جدا، عمرو. ميرسي يا عمرو، ميرسي ليك معانا. استاذ عمرو طبعا بيقول برضو، هو يعني شكله بيدي بيؤيدنا في كلامنا، انه انشر رساله ايجابيه او ما تنشرش، بس بس يعني هو يعني بلاش. مش انا عشان اطلع ترند او عشان شكلي او عشان او عشان او عشان عشان اطلع على حساب بيوت كتير هو يعني. الفكره بقى انا من وجهة بصراحه، نظري كده. بصراحه يا نرمين بقى، انا في حاجه طب قول، يعني احنا مضايقاني. نتخيل. طب اوكي، انا مش مضايقاني؟ لا معاكوا ولا عليكوا، خلي بالك. لا لا، مش منك خالص. اوكي للاسف احنا اللي بننجح الناس دي، دي حقيقة. يعني للاسف انه احنا بنجري عشان نشوف الحاجه الوحشه، وما بنبقاش فاهمين ان ده اللي بيعلم منها. يعني على فكرة الكومنتات حتى لو كانت سلبية، بس مع كتر الكومنتات بتعلي الفيوز، بتعلي الشير، فأصبح ان فبالتالي الامر ان انت بتعلي من شأن الموضوع. وكمان في حاجة تانية برضو. بص يا كريم، مش معنى مثلا ان انا ابقى مصاحبة حد مثلا 3 4 سنين، متجوزة بقالي 10 سنين، ومجرد ان انا شفت برنامج فانا كرامتي بقى فانا اطبق، اخد كوبي بيست اللي بيحصل واطبقه على نفسي. طب ما ممكن الكلام اللي بيتقال ده غلط. في حاجة أهم من كده، ايوه ده حقيقة. كل واحد بيقيس الحاجة اللي حصلت معاه في حياته على باقي الناس. دي حقيقة. يعني نرمين، لا والله يا نرمين، لا ما لا أنا ما لا لا ما ترتبطيش. بص الرجالة، بص يا بنت الحلال، أنا قبل كده ارتبطت وحصل 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 وخلاص، بقى بقت دي إيه القاعدة الثابتة بتاعتي. لا، ممكن وارد يبقى كان اختيارك أنت غلط أو اختيارك أنت غلط، ده شيء وارد. ممكن ما توفقتوش، ممكن ما حاولتوش انكم تتوفقوا، يعني هي برضو بتيجي بالسعي، لكن مش بان انا احط رجلي على اقعد واحط رجل على رجل واستني اللي قدامي. اصل هي الدنيا خد وهات، لا ينفع تاخد بس ولا ينفع تجيب بس، مش هتنفع حاجه من تدي الاثنين. بس انت هو مش هينفع، ايوه صح، هي حاجه من الاثنين، لكن هي الاثنين مع بعض، مش حاجه احنا من الاثنين. دلوقتي المجتمع يعني المرحله اللي احنا فيها دي، الناس كلها بتتاثر بحاجه اسمها السوشيال ميديا. تقريبا الناس اهم حاجه في حياتها لو النت اتقطع من عليها، هم ممكن ما ياكلوش المشكله وما بقى مين اللي يشربوش. بيتاثر بده اكتر؟ احنا؟ لا اوكي، يا ريت، مين؟ الاعمار اللي هي تحت سن ال 18، اللي هم بياخدوا الكلام ده كوبي بس يطبقوه، اللي في سن المراهقه. فاحنا ما نستغلش ان المفروض ان احنا اولادنا قاعدين او شباب. اصل الشاب مثلا ممكن يبقى مرتبط وهو عنده 19 20 22 سنه، فاحنا ما ناخدش الكلام ده كوبي بيست ونطبقه. ده مش، لا انا مش معاك. كمان في حاجه مهمه جدا، انا بقى مع ايه؟ انت انا مع ايه؟ انا بيعجبني جدا الناس اللي بتنزل بقى تنشر الايجابيه، اللي هو مثلا زي كده، الزوجة زي ايه؟ طب ما هو انا ست، بس انا معاكوا على فكره. لا، هو انت معانا النهارده، بس ربنا لا يستر. لا لا، انا معاكوا، انا ست، انا ضد، انا ضد فعلا لا، البرامج احنا دي بنتكلم كلها، بقى عن الناس انا التانيين. ضدها كلها. احنا برنامجنا انا كده ما كده ينفعش اطلع اسمه اقول ابدأ بنفسك، فبينشر الايجابيه، ده شيء معروف. لكن ابدا. احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في البرامج اللي فعلا بتوعي الناس دي، احنا بندعمها جدا، لكن ايوه طبعا اكيد مش هندعم. انا مش عشان ابقى مذيعه كويسه او مذيع كويس او هطلع ترند، او انا مثلا سوري يعني بلعب في دماغ الاطفال البنات الصغيرين، لا اما مش على خلي بالك ده اللي حصل الفترة الأخيرة، حتى ايوه دي حقيقه. يعني كبار اليوتيوبر بقوا بيستهدفوا مين؟ 18 سن المراهقة، 17 يعني النهاردة أي حد 19 حابب يشتهر يعمل محتوى ويروجه لسن المراهقة بس، وبس، دي بقى ده حقيقة. الجمهور. على فكرة هو كاستهداف أو كطريقة تسويق هي طريقة كويسة، لأن السن ده اللي هيكبر مع النجم. يعني لما يبدأ معايا وهو مثلا وليكن الشخص ده عنده 30 سنة أو عنده 20 سنة حتى، وبيلعب في الأعمار دي، فطبعا هو مع تقدم العمر الأعمار دي مكملة معايا. الأعمار اللي فوق طبعا معروفة إن هي تتوفى أو غيره، أو حتى ما بيبقاش عندها الوقت الكافي إن هي تتابع.
لكن نستغل ده صح في شيء صح. يعني في ناس كتير ممكن نطلع نقول استحملي مرة واثنين وثلاثة. كان كده صعب، صعب اللي بيحصل بجد. يعني ايه عشان كلمته ومش عارفة ايه، لا بلوك، لا مش بلوك، هو ممكن يكون عنده عذره. يبقى هو انا طبعا من ضمن الناس برضو مش عارفة، مش عارفة اركز على يبقى احنا طبعا ايه مش هنعمل لحد انا بلوك. شاطرة جدا وبسمع الكلام وطبعا جمان. احنا مصممين على رأينا، انشر الإيجابية من كل مكان واوعى تنشر اي سلبية. وطبعا احنا استمتعنا بوجودكم معانا كلكم من خلال الشاشة، واحنا بنشكركم جدا جدا. وقبل ومحدش يسمع طبعاً كلام البرامج بشكر طبعا زميلتي نرمين، مرسي مرسي يا كريم، ان شاء الله السبت الجاي ان شاء الله ابدأ بنفسك.